يلا 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 افتح افتح امشي هون متاخرين سياره الثانيه اهبل يي وين السياره الثانيه طيب باسل السياره الثانيه وين في السنات والله وينها لا لا يا اختي احلى بنت بالمطار شو بدك يما الزكاوي يما 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 يلا يلا وسط الشناتي بسيارة تانية اخوان شوفوا ما شاء الله من كثر الشناتي احنا ركبنا بسيارة والشناتي بسيارة يلا يا مصطفى الله 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 شوي شوي معكم انس بيلعب حديد يعني ايزي بالحديد امسك التليفون لا مش ها شوف كيف يعني مثلا هاي الشنطة شو كيف؟ وهي صورة والله يا أنس ثانك يو هاي الشنطة الصغيرة باسل حبيب القلب والله يا غالي والله اي لاف يو طولش بس استناك يا غالي ما راح اتاخر حبيب القلب يعطيك الف عافيه والله شو بتعمل يا شو بتعمل يا اشقر يما الشقار يما الشقار يلا اقعد 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 شوفوا قعدت مياد يلا اقعد اقعد جنب مياد يعطيك العافيه لين لين اقعد اقعد عند مياد والله قاعد اقعد عند مياد حبيب قلبي اخوي يلا باي يا خالي سعد قلبك نسيت اشي لا يلا تبعت مياد تعي اقعد جنبه اي اي بي بعدين انا الشوفير تبعك انا بدي اسالك سؤال شو شعورك واول سفره انس حيكون موجود معك بالطياره شوف بالسفره صراحه كثير انبسطنا عن جد عن جد يعني افضل ايام كانت السفره لما انت جيت عن جد والله عن جد. شكرا لله وغيرنا جو جدا يعني مش كله بتصور عن جد رحنا اماكن هيك انبسطنا يعني مش كله اخذينه محتوى كنا عن جد سفره انبساط والله يا اخوان تعرفوا يعني قطر زي دبي بس الحلو فيها انه ركبنا طيارة واجتمعنا ببلد تانية وفعليا انبسطنا أكثر من انه صورنا الفترة هو هيك عن جد والله انبسطنا كثير وهسه رح نروح على الطيارة رح ما رح تخوفني صح؟ لا انا ما رح اخاف لازمك على قهوة هسه ايوه اوكي موافق لحظات الوداع ودعت الشنطة دخلت جوازي اوكي ثانك يو اخذت الجواز يلا باي حطيت شنطتك صح؟ ان شاء الله ما نكون ناسين اشي ماشي يا حبيبي تمام ثانك يو برو اي لاف يو اي لاف يو مش قبل شوي قلت له اضحك ليش زعلان فاجا قال لي انه انا مبسوط خلص شنطتك الصغيره وين هاي هي قولي والله تلفونك وين تلفونك وين بتعرفي اقسم بالله لقيته على الارض وحياة الله لقيته على الارض عند الريسبت شو هاي عند تعيتي التيكت على الارض ان شاء الله علي مو اصعب اغراضي انا بدك تاخذني لك لا خلص بكفي انا هيك اكثر من هيك بقدرش عملت اللي بقدر عليه يلا تعالوا نروح ما راح نلحق لا منلحق يلا اركض 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 رح نجيب قهوه هاي اسمها قهوه الذكرى عشان بعد 20 سنه تقول لي لأولادك والله هذا مشهور اسمه أنس الشايب يمه
وداني على المطار الدوحة. شو بدي فيك؟ شو شرى لي قهوة؟ لو انت وجايك نجيت لحالك وقل يما انا قلت له يجي لقطر. اها المهم راح تقولي له والله يما شربنا. طيب هيك بحكي مع احفادي مو اطفالي. مع احفادك صح، لان راح تحكي لاحفادها والله شربت مع انس الشاي بقهوة. هذا واحد يفوت على الحمام. واسمعي وسرنت مشكل مين بده يحاسب كالعادة، وإيش يقولي والله لا حاسب عني. يلا مين كمان يزهوي؟ يلا خلطت شنتك. يلا خلينا نلحق نشرب ايش. لنا هذا عرفتيه؟ كله يتصور عنده. اخوان ذاكرين هذا الدبدوب كان مشهور بكاس العالم. ايوه اللي فاهم الحركه. تعال شوف. اهلا بكم ارحبوا. اهلا بكم اقلطوا. شوف الدبدوب ما احلاه والله حلو. يلا 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 لانا خلصنا شناتي. انا صبرت عليه حملتي شو زي كانوا فينا نقول نتصرف. ان شاء الله نلحق نروح نشرب شيء عشان اكون مميز، عشان كل بيننا مسافه. طيب اذا انت قدها بتيجي على اللي انا فيه. لا لا انا مو قدها. يلا قدها. لا اجي وراك احد. والله قدها والله قدها والله قدها. خلاص لك كاستين قهوه. ما بدي. قال اسمعي قهوه ود شوكولاته. ود شوكولاته. اشهد ان لا اله الا الله. كان في صوت اذان بالمطار. شوفوا ما شاء الله محل الصوت. الله اكبر. الحمد لله كانت نسبه 90% الطياره راح تروح علينا لانه احنا كثار وفي اولاد صغار. في كثير شناتي بس الحمد لله لحقنا. بس بدنا نحاول قبل ما نركب الطيارة نشتري لنا قهوة عشان نصحصح. اجو يلا تعالي. اوكي بدنا نشتري قهوة. لازم 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 صراحة نجيب القهوة. لازم نشرب قهوة. قهوة عشان قهوة. صورة ثانية. واخيرا رح يمشوا لحالهم. شوفوا ما احلاهم رح يمشوا لحالهم. هذا شو اسمه؟ خف ولا كف؟ انا احنا بنحكي له خف. ما ما انا ما بقول خف، انا بقول شوز. هذا مو شوز. شو اسمه؟ شحاط. خف. ماما هذا شو اسمه في سوريا؟ خف. خف. خفاف. صح. ايه خفاف صح. بتحكي له شوز. يعني شيء شيء شوز. هاي جماعنا الغالي، كيفك برو؟ يا جماعنا هلو. هاي لاف يو برو. شو اي لاف يو عرفت؟ هابي هابي. الحمد لله. خلص. للاسف انت مو حد بالطياره. مو جنبك اللي قاعد جنبك بشمته كف بقعد انا جنبك. فيش مزح مزح. قول له انس شايب. قول له انس شايب ولا يا الناس نايمه هون. حرام اخوان هذول يا حرام بيجوا ترانزيت. شو ترانزيت؟ يعني من طياره لطياره بيناموا ساعتين ثلاثه اربعه. انا فتح الموضوع يعني. طب شو بدك هلا؟ هلا انه لازم نوصل. بتعرف شو اول شيء بدي اسوي ما اطلع الطياره؟ جد كثير خطر اشرب كاسه قهوه قسما بالله. هسه بدي اجيب لك هلا الطياره. هسه قبل. لا شو اللي قبل؟ لا بجيب الطياره. الطياره مش زاكي. مو زاكي مو زاكي. هسه اجيب لك. مو زاكي مو زاكي. الطياره مو زاكي. راح سال جوتشي. راح جوتشي. رحت على جوتشي قلت لهم وين في قهوه؟ ما شاء الله عليك. يا اخوان يعني احنا جد هسا قاعدين بنستنى ما فيش وقت. خالته ما في وقت خلينا نمشي. والله نسينا الموضوع. احنا نسينا لين لسه الموضوع قاعدين بيستنوها تزيح لحالها. اخ احنا ما بنحب حد اعطانا عين هذا عشانه بمشينا وقفنا. قبل شوي لين وقع قلبي عشان انت خطط شوي بالارض فتذكرت اني قلت لي كل همك ياج. شفت الواحد لما اخوان شوفوا ميلا كيف مبسوطه. 1 2 3. تعالي هون اسرع. هون اسرع. ميت قاعد بركض. شفت يا لانا انه احنا اسرع. انا حاسس حالي بهي السفره نحفان. البنطلون بسحل والله نحفان. لانك ما فطرت يمكن. انا بدبي كل يوم بوكل 6 وجبات. توكل
باكل 6 وجبات في قطر كل يوم وجبتين. ومصطفى خربني طعماني برجر بيتزا ممنوع. اخوان والله خرب لي الدايت، اكل الدايت صار طعميني شغلات مو صحيه. الله يسامحك. برجر بيتزا ايدك انكسرت. هذول تنتين انا بلعب جامد. شوف ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا جاي ترتاحي بنفعش بدنا نسافر. شوف مفتوحة من ورا. شفتي يا لانا أنس شاي بس يحكي كلمة بكون قدها. لحقنا القهوة، شوفوا جينا على أحلى قهوة وأنظف قهوة. شوفوا فيها حلو، فيها أكل، قهوة، حركات، أكل. أوكي تعالوا نوصي. أنت شو بدك؟ ايش بدك انت؟ انا ايس لاتيه. انا راح اشرب ايس امريكانو، يعني قهوه بارده. وامك بدها اياها سخنه. ومصطفى زي قهوه بارده. اوكي. طب انا بارده بس اي نوع فيه؟ طلع كم نوع فيه؟ ايس بلاك امريكانو، ايس كابتشينو، ايس امريكانو. انت في اسبريسو؟ شو بدك انت؟ انا ايس لاتيه. تحبيها بارده ولا سخنه؟ طبعا بارده. بارده؟ اوكي زيي. لين شو بدك؟ برو لين 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 ايس لاتيه. ايس شو بدك تشربي؟ تشربي اشي عصير ولا قهوه؟ اجيب لك المنيو. اكسكيوز مي منيو. جيب لنا المنيو. خلي تتحرك الصوره، اختاري لين ده اللي يحرك الصوره وانت اشري. انا واحد محتاره لين. اوكي مثلنا ايس لاتيه. ايس لاتيه اوكي وذ كراميل. ايوه انا كمان. برو طلبيه محرزه يعني مشينا. طب في لسه واحد قدامنا، حرام عليك. انا بدي اطلبها. شوفي متذكر كل شيء. يلا اوكي بدي احكي شيء خطا. بدي اخلع الكفوت. اوكي يلا تفضل. شوفوا راح احكي انجليزي. يلا ابدا بشيء محترم يعني. شوف برو ويت ويت. لو اول شيء هاي هوري. هاي هلو. انت جود؟ هاي كمان. بدك ووتر؟ بدي ووتر ميلا ولا اورنج جوس؟ اورنج جوس. نو شوفي برو. اوكي برو 3 اورنج جوس. اوكي 1 بلاك ايس امريكانو سايز ميديوم. We only one. Size. Okay. Okay. One ice. Black American. One hot. ولين. فربتشينو. فربتشينو. لا ايس لاتيه with caramel. Two. Two please. Yeah. والله حبيبي. Ice latte only the sweet. No. Yeah. Okay. خلاص. No need for. Without caramel. خلاص. No without caramel. Yeah. It will be too much. ليش ما في كراميل؟ لا لا. الردة هي حلوة. الردة هي حلوة فما في داعي للكراميل. يعني انا حلوه وبشرب حلو صعبه. انتوا حطوا اصبع بس يعني خلص. حط اصبعك فيها وخلص. اخوان قرب الطياره تروح ولازم نستلم الطلب فراح نلحق بسرعه. ليزي كوكلي برو. والله اخوان لحظات السفر حلوه والله. الواحد بيكون مبسوط وهو مسافر. بس انا مش متعود اسافر مع عدد كبير اول مره، دائما بسافر مع 2 3. لانه قهوه بلاك امريكان. بس قهوه قهوه ومي؟ مي بس بحط فيها قهوه. بتحب ولا الكلمه كانه لا بس اعطيني لا 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 شو؟ اعطيني لاتيه لاتيه. جبت لها مصطفى زيي. اوف 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 لاتيه لنا. حط لنا كراميل. هاي انا كاستي، هاي كاست مصطفى. مصطفى جبت لك زي بلاك امريكانو ايس. هذا شكرا.
ما استفقت. قال بدوش يشربها، اشرب. والله زاكي. بلاك يا ملكي. طيب بلاك، هاي بس الزلم بيشربوها. خذ اشرب انت يا زلمة يلا. هاي جبت واحدة لي، خالت جبت لك اياها سخنة انت. سخنة صح؟ بدون سكر. لا لا علي ان شاء الله لا 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 نكهة جديدة. انت ليش ليش؟ اوكي امك هربت. لا لا خلص عشان مسكيها. اوكي يلا خلص يا اخوان اللحظات الاخيره بالدوحه. رح نرجع الدوحه ان شاء الله بعد خمس اشهر. خمس ست سنوات. والله بتصحصح. طيب يسع دلع دلع بشكل عام. دلع شو اغراضنا؟ شوفوا كم وحده. ثلاثة. مصطفى انت كم وحده بدك تحمل؟ انا ثلاثة. والله كفو. بس هاي الك؟ هاي الك اللي هاي صح؟ خالو خالو مصطفى محلان. خليك زي خالو. هاي كل الناس قاعدة بأمان الله. شوفوا ميلا. شوفوا تضحك تلعب بتموت. راكبة طيارة. افتح لك العصير. يلا قر 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 خلصي. انا شو بعمل؟ مرة شو عملت؟ دلتني اشرب 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 مي. خلصت بسم الله. شفتي دلتني اشرب خلصت المي بسم الله. بعدين قلت بسم الله. ايش بتحكي هندي؟ يلا يلا روح روح اضرب يا عمو كف. لا انا لسه انا هات. لا بس عادي بناخده. ميلا 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 روح اضرب يا عمو كف. رح تشتركوا كف. ان شاء الله انا بحسد قال بكره قال شو عشان يعرفوا ان انا اب صالح. بكره شو اب صالح؟ بس والله انا اب صالح. اب صالح بيقول لابنه هيك؟ لا انه يعني عشان يكون يعني قد حاله. روح اضرب عمو هو قاعد ناسي قد حاله. قد حاله بس لو حدا بيضربه يضربه امه يروح يضربه من الله هيك صح صح. لازم تشرب تقعد تضغط بديها التنتين. حبيبي انا تعالي شو بتعملي؟ ليش راح عند الاولاد؟ عيب عادي اتسك. ايوه يلا نروح نروح احملها شوي معنا بدي انزل ستوريات انا يلا يلا اسمعي لانا امسكي كيف بدك تمسكي هاي؟ في ثلاث كاسات راحوا يصوروا تيك توك. كاية ما عم يحمل. يا حرام مصطفى. اخوان مصطفى ضيع الورقه تبعيته التيكت وضيعها وقاعد بيستنى على الدور. يا حرام برادر بليز اي لاف يو. هذا برادر بليز كله برادر حبيبي. كله برادر حبيبي. انا موصي برادر حبيبي. يلا هي وصيته عليك. عن مصطفى اه يلا ركض قال لي كله برادر. هاي إلك إلك. هاي لينو يا إخوان كنا بنصور فيديو تيك توك عند لين. فيديو كتير حلو للسفر. طيب ليه ما صورتني؟ أصورك والله والله بتشرف. طيب هون هو تفون ادخل عليه. إيش؟ التيك توك هون هو تفون ادخل شرفني. عندك تيك توك؟ هاي ليش؟ أحلى متابعة. لا عليك. حبيب قلبي والله تشرفت فيك. أكتب هون تفون شو السفر. باي لينو يعني هذا الوحيد اللي ما كنت متوقع يصير بالعالم. يا اخوان كنا بنصور فيديو تيك توك عند لين وام لين اخذت التيكت تبع لين ودخلوا على الطياره ومش راضين يدخلوا لين بدهم التيكت. ف يعني لا لا ما والله ما والله ما بسافر بضل هون. راحت لولو تجيب التيكت تبع لين وعشان ندخلها.
تزمين هبي هبي نو ساد. شو يعني اضحكي؟ نو ساد. You are the last passenger to board. شو بتحكي؟ آخر واحدة بتركب الطيارة. تعرفي ليش؟ أنك مميزة. يا إخوان لين يعني تخيل الطيارة اللي راكبين فيها فل فل ولين آخر واحدة على الباب واقفة. شوفوا شوفوا المسافة، هي بقطر وأنا بدبي. إحنا هي بلاش تتوتر، بلاش تسكر الطيارة. اسمع اروح اجيبه انا وركاد واجي. اوكي ليه حروح اسرع عشان توترت؟ والله اروح اجيبه واجي. اخوان المسلمين بلطلوني بسحل. يا مش قادر اركض، بلطلوني بسحل وما في كشاط معي. اروح اجيبه من الطياره واجي حبيب القلب. بدي اروح اجيب التيكت. اخيرا لين دخلوكي، لين اخيرا دخلتي. لسه لسه اوكي اجيب التيكت. لا لا بدور عليكي ساعة موقفين لين بدهم التيكت. اعطيني التيكت. مصطفى صور تيك توك، قولين تيك توك، قولوا له صور تيك توك. وين الاسماء؟ اقرا لشوف وين الاسماء. تبعت لين. وين؟ هاي ازاري. هاي تبعت لين؟ اوكي شكرا. رح ندخلها على الطياره. اخوان طياره فل ما شاء الله. شوفوا جبت التيكت تبع لين عشان تفوت. تزمي اوكي اخوان طياره فل فل. ييه علقت انا علقت. تفضل وحصرت. واخيرا واخيرا راح تفوت على الطياره. بدك جواز؟ بده كمان جواز؟ جواز 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 اجيب الجواز؟ بده كمان الجواز. برود روح اجيب جواز. بده كمان جواز. زودتها والله اخوان. بدي ارد ارجع كمان لازم اجيب جوازها. هذا نفسه اللي دخلت فيه. هذا تاعك الاول. معها معها. بدي اجيب جوازها بس. بده جوازها. بدي الجواز تبعها. مصطفى قولوا له عند الطياره عند الشوفير قاعدين بيصوروا. نورت الطياره نورت. اخوان سيطرنا على الطياره. خلت بدك جواز لين ولا لا؟ ايه لغا اوكي لين. يمكن انتم هون يمكن هون هون 14. انا قديش والله ما شفت. قديش رقم؟ يا رقم انا يا جماعه. انت حدي لو ارتاحت. امسك شوي بس انا جنب الشباك. بتعرفي ليش مبسوطه؟ لا عندنا حد بعض شو هذا. وين انا رجعت لي اياها؟ جد؟ طب وينها؟ الله يا مصطفى اصحابك الجدد. من شاف احبابه نسى اصحابه. يلا دير بالك على حالك. يلا هذا جوازك. اوكي طبعا يا اخوان انا بمشي بالطياره. مش عارف